خلينا نتكلم كمان عن حدث كان بالأمس مهم جدا وحدث رياضي، هو إقامة قرعة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد، هينطلق يوم 18 سبتمبر حتى 30 يوليو. قرعة الدوري خليني أقول لحضراتكم برضو هي أقيمت في ساحة الشعب في العاصمة الإدارية الجديدة، طبعا قنوات عديدة جدا كانت بتغطيها. عندنا مواجهات في الجولات الأولى، خليني برضو كده أقول لحضراتكم هنبدأها بمواجهات المصري، بعد كده سيراميكا، بعد كده الإسماعيلي. الجولة العاشرة هتكون بقى القمة مع الزمالك. وكمان عايز اقول بعض الملاحظات، يعني خلينا او خليني اقول ان احنا بنتمنى ان هي تتحقق في الموسم الجديد. اولا انتظام بقى هنا كريم، النقطه اللي احنا اتكلمنا فيها بشكل يعني مكرر، انتظام مسابقه الدوري، لان النسخه اللي جايه اكيد هيكون فيها توقفات كتيره جدا لارتباطات المنتخب. عندك الاول بتصفيات طبعا. المونديال، عندنا كمان ماتشين في نوفمبر مع جيبوتي مع سيريالون، وعندك بعد كده فتره توقف دولي طويله جدا في اول العام عشان كاس الامم الافريقيه طبعا، واللي هتقام في الكوت ديفوار. كمان عندك الانديه المصريه منهم بيراميدز والزمالك وفيوتشر عندها ارتباطات كمان قاريه، ده غير ان الاهلي اصلا عنده اكتر من بطوله هيشارك فيها زي دوري السوبر الافريقي ودوري ابطال افريقيا وكاس العالم للانديه. بس من كتر ما احنا بنتكلم انا تعبت وانا بحكي، فيعني فعشان كده خلينا نقول على كل حال يعني من دلوقتي مطلوب فعلا تحديد اجنده بكل فترات التوقف من دلوقتي والالتزام بيها علشان ما يحصلش يعني اي ازمه في المواعيد، ونشوف تاني موسم يعني باذن الله بقى منتظم لا يقرر في اللي حصل المواسم اللي فات، مش هقول بس الموسم اللي فات، ويبقى فيه تنافسية زي ما أنا كنت بقول.